مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي مباشر من مصر، مساء الخير على حضراتكم. معاكم محمد رمزي مؤنس وتغطية جديدة من داخل محافظة الدهلية، وشيماء السيد سائقة توك توك، خريجة كلية آداب، شايلة بنتها على رجليها وبتشتغل بالتوك توك، بتقضي مشاوير وشغالة ديليفري بالتوك توك. شيماء طبعا بنت مكافحة، بتشتغل من وهي صغيرة، كانت بتساعد والدها في تجهيز عرسها وتجهيز الأشياء الخاصة بها لجوازها، وبعد الجواز لقت جوزها مديون فقررت ان هي تنزل بالتوك توك وتسيق التوك توك الخاص بيها، خاصة وبعد ما خلفت قررت ان هي تاخد بنتها على رجلها وتنزل تشتغل وتكافح عشان تساعد جوزها في سداد ديونه. معانا ومعاكم الان شيماء، هنعرف منها اكتر عن رحلة كفاح. عرفيني بيك الاول يا شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي شيماء سيد السعيد من دكيرنس من متر حلوب محافظة التقالية. قولي لي بقى، انت بدأت شغل من امتى على التوك توك وتعلمت سواقة التوك توك ده ازاي؟ انا بدأت شغل على التوك توك من قبل ما اتجوز، كنت بسوق توك توك كده، فبدأت شغل وقعدت سنتين اسوق توك توك وبركب ناس وبودي مدارس وبجيب مدارس وبودي دروس وبودي برضو كوردرات طلبات، لو حد طالب مني مثلا اوردر ولا حاجة بجيبوله، وبوصل برضك حريم ورجاله واطفال ومدارس وكل حاجه. تمام. مين اللي علمك سواقه التوك توك يا شيماء؟ اتعلمتها يعني، كنت بسوق عربيات قبل كده ومعايا رخصه خاصه، كنت مطلعه رخصه خاصه من المرور، وبعد ما طلعت رخصه خاصه من المرور سوقت عربيات، وبعد كده سوقت تكاتك، اتعلمت سواقه التكاتك من العربيات يعني وكده. انا عرفت ان انت حاصله على كليه اداب جامعه المنصوره. اه انا كنت بتتعلمي وكنت بتشتغلي عشان تجهزي نفسك؟ والله انا كنت بعد ما خلصت كليه اداب الحمد لله وكده جامعه المنصوره قسم علم نفس، حبيت ان انا اشتغل على توك توك، ان انا اساعد نفسي، ان انا مثلا ما اعتمدش على حد، ما زلش نفسي لحد وما اخدش فلوس من حد وكده، وبدات اسوق توك توك، والقش اللي بيجي بدات احوش واساعد بابايا في العزال، هو برده كعمل لي يعني ساعدني وكده في العزال، وانا القش اللي بيجي كنت بساعده في العزال وكده، والحمد لله اشتغلت على توك توك وبدات اكافح واشتغل والناس تركب معايا، لغايه لما الناس عرفتني والناس حبتني وكده، وبداوا ياخدوا ارقامي ويرنوا عليا بوصلهم، وبوصل عيالهم برضك، وبوصل عيالهم للدروس وللمدارس، وبوصل لهم اوردرات، لو حد طالب اكل ولا حاجه بجيب له الاكل لحد البيت، او بوصل لهم مثلا لو حد طالب علاج بروح اجيب له العلاج من الصيدليه واوصل له لحد البيت، وشغاله والحمد لله بكافح. دي قبل الجواز. بعد ما اتجوزت بقى جوزي كان عليه ديون، ديون الفرح. قدرت في الوقت اللي هو قبل الجواز ده ان انت تساعدي مع والدك وتجهزي نفسك وجهزت كل ادوات عرسك؟ اه صح، انا بابايا ربنا يخليه لي يا رب حاجه النبي، كان هو اللي عامل لي كل حاجه في عزالي، بس انا كنت بشتغل على توك توك بساعده بقى في الحاجات اللي هي الرفايا، الحاجات البسيطه وكده، فكنت بشتغل القش اللي بيجي بحوشه، بجيب مثلا الحاجات اللي هي الرفايا، الحاجات البسيطه وكده، وهو برده كعمل معايا بابايا يعني وكده، ساعدني في الجهاز، وكنت بشتغل عشان اعتمد على نفسي وما احتاجش لحد وما اقولش لحد مثلا ساعدني في الجهاز، ولا حد ولا مد ايدي لحد، ولا عايز احتاج حاجه من حد وكده، وكنت بعتمد على نفسي عشان ما زلش نفسي لحد يعني، ولا اقول لحد يساعدني او جوزني او جهزني وكده، لا انا كنت بشتغل وبابايا برده كان بيجهز معايا، فاحنا الاثنين كنا بنساعد بعض في الجهاز، لغايه الحمد لله لما جهزت عزالي كله الحمد لله واتجوزت الحمد لله وكده، بس جيت بعد الجواز بقى لما اتجوزت بقى يعني حسيت ان انت هترتاحي خلاص والمسؤوليه هتشال من عليكي وخلاص راجل هيشيل مسؤوليتك وكده، امتى قررتي ان انت هتنزلي الشغل تاني بعد الجواز؟ والله انا لما اتجوزت الحمد لله كنت قاعده بعد الجواز كنت قاعده ما بشتغلش، وجوزي قال لي هقعدك يعني وكده ومش هتشتغلي وكده، وفعلا قعدني يعني
يجي 6 شهور بعد الجواز قعدت وكنت فعلا قاعده مرتاحه وباكل وبشرب وبنام وكنت قاعده مستريحه زي اي واحده متجوزه. بس هو بقى يعني ايه جه عليه ديون الفرح وكده، يعني يجي 100,000 جنيه ديون بقى وكده، اللي هو الجهاز بتاعه والقاعه والفستان الفرح والسيشن والتصوير والاستوديو، كل الفلوس دي كلها كانت يعني كانت على جوزي. فهو طبعا يعني بعد الجواز المفروض يسد الكلام ده. فطبعا هو بيشتغل في كافيتيريا، اليوميه اللي بياخدها قليله وضعيفه. هو شغال عامل باليوميه؟ اه هو شغال في كافيتيريا باليوم، بيقبض اليوم بيومه، بس اليوميه اللي بياخدها ما بيكفيش الديون اللي عليه بتاعه الفرح، تمام، اللي هو زي ما قلت لك فلوس القاعه وفلوس الفرح وفلوس الجهاز بتاعه وفلوس السيشن وفلوس التصوير الاستوديو كده وفلوس الفرح عموما يعني باكمله. يعني اليوميه اللي بياخدها ما بتغطيش الديون دي، ما بيقدرش يعني يسد الديون دي. فيعني هيسد الديون ديت ولا يسد بقى اجار شقه ب 1200 ولا ميه ولا كهرباء ولا افطار ولا غدا ولا عشاء ولا مثلا مصاريف البنت ولا مصاريف انا شخصيا ولا مصاريف هو ولا مصاريف البيت اللي ما بتخلصش، اريال وصابون ومش عارف ايه وسلك وحاجات من دي، فيسد ولا ايه؟ فانا بقى ايه قلت له، عرضت عليه قلت له انا هطلع اشتغل على التوك توك زي ما انت كنت ايه زي ما انا كنت بشتغل على التوك توك قبل ما اتجوزك. هو في الاول رفض، قال لي لا وانا متجوزك عشان اهنيكي واسعدك، وكان عايز يعني فعلا يقعدني ويساعدني، بس هو ظروفه كده. فقلت له انا هشتغل وهطلع اساعدك، اللي يجي من التوك توك هديهولك تسد الديون دي او اساعدك في مصاريف البيت. انت مثلا عليك الديون تسدها، وانا اللي يجي لي من التوك توك القرش اللي يجي لي من التوك توك اسد ايجار الشقه، اسد الميه، كهرباء، العشاء، اسد مصاريف البنت، مصاريفي كده، اساعدك يعني. هو في الاول زي ما قلت لك رفض، قال لي لا والله انا زعلان ان انت تطلعي تشتغلي ومش عايز مراتي تطلع تشتغل وتهين نفسها تاني، انا متجوزك عشان اسعدك وكده. بس هو يعني غصب عنه برضه، هو مش مطلعنا اشتغل عشان عايزنا اشتغل، لا هو مطلعنا اشتغل عشان هو غصب عنه، هو ظروفه وحشه وعليه ديون. فتره الحمل كنت في الوقت ده برضه بتشتغل على التوك توك وكده، ولا الفتره دي كنت قاعده في البيت؟ لا فترة الحمل انا من اول يعني من اول فترة الحمل انا كنت قاعدة في البيت، قاعدة متهنية باكل وبشرب وبنام، وقعدت 9 شهور اللي هي فترة الحمل ما بشتغلش قاعدة في البيت. فجيت بقى الحمد لله بعد ما ولدت بنتي مكة، قعدت بالظبط يجي اول شهر ما اشتغلتش وتاني شهر ما اشتغلتش وتالت شهر ما اشتغلتش عشان كنت لسه والدة وكده. بعد ما البنت بقى ما شاء الله عندها 5 شهور بدأت بنزل اشتغل، يعني انا شغالة. انت بتشتريها كده طول النهار وانت بتلفي بالتوك توك يا شيماء؟ انا جايبه لها شياله، هي زي ما حضرتك شايف شياله ب 600 جنيه تمام، بشتغلها فيها وبحطها فيها وبربطها كويس تمام، بربط رجليها وايديها ووسطها برضك بالرباط جامد، وباخدها معايا كده من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه ده بالليل، وبتبقى معايا في التوك توك وربطها جامد الحمد لله. و يعني بتبقى معايا بركب الناس وكده، بودي مثلا العيال الدرس وبجيبهم من الدرس، بودي ناس، بركب حريم، بركب رجاله، بركب شباب، بركب الناس وكده، وبودي اوردرات برضك وكده، وهي تفضل معايا على طول، هي الله الوكيل متعذبه معايا وكل حاجه. بس انا ما اقدرش اسيبها عند حد لاني مش هبقى مطمنه على بنتي مثلا ما اسيبها عند حد، يعني ما تبقى بعيده عني وخايفه عليها وقلقانه عليها، فباخدها معايا عشان خاطر السبب ده، اللي هي تبقى بنتي في حضني كده زي ما انت شايف، يعني في حضني جنب قلبي كده يبقى مطمنه عليها. على الاقل مثلا لو عطشت بجيب لها الببرونه اهوت تمام، بشربها ميه، بحط لها عصير في الببرونه تشرب، بحط لها لبن بردك هنا في الببرونه بردك تشرب منه، بجيب لها بردك الشخشخه ديت تمام، مثلا بسكتها بيها ساعات بتعيط بسكتها بالشخشيخه، جايبه لها بردك البمبس بتاعها تمام، لو عايزه مثلا لو عملت حمام بغير لها بردك، وجايبه لها هنا غيار بردك اهوت بنطلون بردك بغير لها البمبس والبنطلون، كل حاجه بعملها لها في التوك توك وبراعيها، انا امها راعيها، يعني اخاف عليها، احبها، احافظ عليها تمام، هراعيها، محدش هيخاف عليها زي ما انا اخاف عليها. خاصة وانت يعني خريجة كلية اداب، ليه ما اشتغلتيش بالتعليم بتاعك؟ والله انا خلصت كلية اداب بقالي 4 سنين تمام، ومعايا ما شاء الله يعني تقدير جيد جدا، بس ما فيش وظايف. انا والله حاولت قدمت ورقي كله يعني قدمت ورقي كله للوظايف، بس اترفضت من كذا مكان، قالك ما فيش وظايف. يعني رحت المدرسه عشان يعني في مدرسه معينه كانوا عايزين يعني ناس زي عشان يتعينوهم، رحت قالك ما فيش وظايف، وكمان قالوا لك اول سنه هشتغل هناك عندهم ببلاش،
اول سنه. طب انا هشتغل سنه ببلاش ليه؟ طب انا لما اشتغل على التوك توك السنه ديت على التوك توك اجيب منها فلوس. انما انا هشتغل في مدرسه اول سنه ببلاش، طب انا استفاد ايه لما اشتغل اول سنه ببلاش واستفاد ايه لما انا راحه جايه بتكاتك؟ يعني اخسر تكاتك، اخسر تكاتك. خلي التوك توك كده ونتحرك واحنا بنتكلم برضه شيماء. تمام ماشي، هات المايك ده كده وانا همسكه لك. تمام ماشي اتفضل. هو انا قدمت في مدرسه، تمام، ورحت قدمت ورقي كله في مدرسه معينه ماشي، وقالوا لي ما تشتغل عندنا لمده سنه ولو عجبتنا هنشغلك، ما عجبتناش مش هنشغلك. قلت لا، وانا مش هستنى اقعد سنه في مدرسه اقعد اشتغل فيها سنه كامله واقعد رايحه جايه توك توك رايح وتوك توك جاي واخسر فلوس توك توك رايح وتوك توك جاي عشان خاطر سنه كامله مش هستفاد منها بحاجه. ده سنه دي تحت التمرين كمان، يعني سنه دي تحت التمرين مش هيدوني فلوس. لا قلت لا، انا اطلع اشتغل توك توك احسن لي، وطلعت اشتغل توك توك اهوت على اللي التوك توك هيجيب لي فلوس، الفلوس ديت اساعد نفسي منها او اساعد بنتي او محتاجه حاجه اجيب اي حاجه محتاجاها عن طريق الفلوس اللي هجيبها من التوك توك او اساعد جوزي. الواحد بيدور دلوقتي على الفلوس اللي تقدر تكفيه، مش اللي انا اشتغل في مدرسه لمده سنه وبعد السنه الله اعلم ممكن يقبلوني وممكن يقول لك لا ما انتش مقبوله انت اترفضتي. فاختصرتها بقى قلت اطلع اشتغل على توك توك، والحمد لله بشتغل على توك توك، باجر التوك توك دوت. عفوا، باجر التوك توك دوت من واحد، تمام، باخده منه من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 1 بالليل، تمام، وبشتغل وبكافح ومش محتاجة حاجة من حد الحمد لله، وربنا ما يحوجني لأي حد، وبشتغل بنفسي الحمد لله وكده وبشتغل. و قال لك إيه لما قررتي إن أنت بعد الجواز هتشتغلي تاني؟ يعني خدت مرحلة تجهيز نفسك وبعدها دلوقتي يعني المرحلة التانية إن أنت عايزة تساعدي جوزك وتسددي الديون وتبقي إيه ظهرك في ظهره وكتفك في كتفه عشان تسددوا الديون اللي عليك، كان قرار والدك إيه في الوقت ده؟ والله والدي يعني مش معترض، لان ابويا يعني ايه من النوع اللي طالما انا بشتغل بالحلال وبساعد جوزي قال لي يا بنتي خلاص انت بتشتغل على توك توك اهوت بالحلال، ما بتعمليش حاجه مثلا تغضب ربنا ولا حاجه تعرني كابوكي، ما بتعمليش حاجه تعرنا، انت بتشتغل على توك توك شغلانه زي اي شغلانه، شغلانه التوك توك على فكره شغلانه عاديه جدا مش وحشه، ده زي اي شغلانه عادي طالما بالحلال. فابويا قال لي عادي طالما انت شغاله بالحلال عادي وانت مش ما تعرنيش، ده بالعكس انا بتشرف بيكي قدام الناس كلها، وقالها قدام صحابه قال لهم بنتي ديت انا بتشرف بيها، بنت جدعه، بنت ب 100 راجل، بنت مكافحه وبتشتغل وهي ما تعرنيش. ده بابايا لما بيحتاجني في مشوار بيركب معايا بوصله البيت، لما بيحتاج مثلا بضاعه للمحل بتاعه مثلا بجيب له البضاعه وبوصلها له، يعني هو لما بيحتاجني في اي مشوار بيرن عليا باجي له بالتوك توك اقعد له مشاويره او مصالحه وبيركب معايا برده بروحه وكده، يعني مش مستعر مني ابويا، مش مستعر مني. طب بالعكس ابويا بيقول لي انت بنت جدعه وبنت مكافحه وبتشتغلي وما تعرنيش، وقال لي طالما جوزك في ضيقه اقفي جنب جوزك وساعدي جوزك، واقفي جنبه وقال لي جوزك ابن حلال وجدع اقفي جنبه وساعديه. ابويا نفسه يعني هو اللي بيقول لي اقفي جنب جوزك لغايه اما الضيقه اللي هو فيها ديت يخلصها، وهو نفسه يعني بيشجعني ما قاليش انت وحشه لحاجه وبيشجعني، وجوزي نفسه قال لي انت تشرفيني، يعني جوزي نفسه قال لي يا بنتي انت تشرفيني، انت محترمه وانت تشرفيني، تكفي ان انت بتساعديني وتكفي ان انت واقفه جنبي وتكفي ان انت رغم الظروف الوحشه اللي انا فيها ديت انت واقفه جنبي، ما طلبتش الطلاق ولا قلت لي انا عايزه اتطلق او سيبني او تعالى طلقني او انت ظروفك وحشه لا سيبني كده، لا ده جوزي بيقول لي انت جدعه واقفه جنبي وبتسد معايا يعني بتسد معايا المعيشه بتاع المعيشه وبتسد معايا الديون اللي انا فيها، وجوزي والله فخور بيا وبيحبني وقال لي انت جدعه ب 100 راجل واقفه جنبي وبتسد معايا الديون وبتسد معايا في العيشه وكده، مش مستعر مني ولا حاجه، انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا، انا بكافح انا بشتغل عشان اقف جنب جوزي. الشغل مش عيب، اللي شايف ان انا مثلا اعره او كده هو حر، انا ما بعرش حد، انا بشتغل بما يرضي الله، انا بشتغل بما يرضي الله، انا بشتغل على توك توك القش اللي بيجي حلال، ما بمدش ايدي في ايد، يعني ما باخدش رشوه من حد ولا بتاجر في حاجه وحشه ولا بشتغل حراميه ولا بسرق حاجه من حد ولا بشتغل حاجه تغضب ربنا ولا بعمل حاجه تعر حد. اللي مستعر مني براحته ربنا يسامحه. انا لا، ما حدش استعر منك، انت الدنيا كلها بتتشكر فيكي كبنت مكافحه، يعني مع الظروف اللي انت فيها ومع تواجد بنتك على رجلك ايوه والوضع اللي انت فيه ده، ولكن مصممه ان انت تكافحي وتكملي. انا ما بعملش حاجه وحشه. بص يعني حضرتك انت نموذج مشرف للست المصريه. الله يخليك. انا حضرتك انا دلوقتي اتجوزت وجوزي مثلا عليه ديون
اقول له لا معلش انت عليك ديون اتسجن انت، اقول له انت عليك ديون اتسجن انت واسيبه وامشي، قال لي ما فيها، اقول له انت مش عليك ديون، اشتل هم نفسك وديون دي سدان نفسك، انا ماليش دعوه، انا واخدك عشان تقعدني وتريحني في البيت واسيبه واتخلى عنه واقول له انا اطلب الطلاق واسيبه. لا انا مش كده، انا مش وحشه، انا واحده معلش. اللقاء نفسك في ايه يا شيخ؟ نهاية اللقاء والله انا نفسي كده باذن الله ربنا يكرمني يا رب حاجه النبي واشتغل وكافح ولغايه لما اجيب توك توك بالقسط تمام، واشتغل كروات وربنا يعني واجيب توك توك بالقسط يبقى بتاعي، وبتمنى يبقى عندي توك توك في يوم من الايام، بدل ما انا مثلا شغال عند الناس باجر كل يوم توك توك، لا نفسي يبقى عندي توك توك بتاعي يبقى ملكي وربنا يعني يا رب واجيب توك توك يبقى بتاعنا لحسابا يبقى باسما باذن الله. ربنا يوفقك يا شيخ يا رب ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يا رب. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع مباشر من مصر، يعني زي ما حضراتكم شفتم بنت مكافحة بميت راجل جهزت نفسها وساعدت والدها في تجهيز عرسها وتجهيز متطلبات جهازها، وبالفعل اتجوزت، ولكن بعد فترة من الجواز لقت جوزها عليه ديون فقررت ان هي تنزل وتشتغل بالتوك توك تاني، وان هي تقدر تساعد جوزها وتسدد ديونه معاه، وده كان قرارها من اول وهله بعد ما خلفت بنتها، وبعد 5 شهور لما استردت صحتها قررت ان هي تنزل وتساعد جوزها وتشتغل وتحط كتفها في كتفه وتساعده، وتنزلت بالفعل لسوق العمل على التوك توك، وقدروا دلوقتي ان هم يعني يساعدوا بعض ويكونوا كتفهم في كتف بعض ويسددوا ديونهم لحد ما يقفوا على رجليهم. بنت بمليون راجل وست بمليون راجل، شيماء بنت مدينة ديكيرنس بمحافظة الدقهلية. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.